حمده وصلواته التامات وتحياته المباركات على اشرف خلقه وافضل انبيائه ورسله وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وعلى علمائنا العاملين وشهدائنا الميامين ومجاهدين الصادقين في الأولين والآخرين وعلينا معهم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعيد أن أوجد معكم في هذا المسجد الجميل في اسمه الوفاء بالعهد. إن شاء الله نكون من هذا الأوفياء يوفون بما عاهدوا الله أولا وبما عاهدوا به سلفنا الصالح. الإخوة الكرام كما يقولوا استسمنوا ذا ورم، فطلبوا مني نتكلم عن التربية عند جمعية العلماء، لكن دوك نقولوا حاجة أخرى لسبب شخصي. لا أعرف أن لجمعية العلماء برنامج تربوي، لماذا؟ الظروف التي نشأت فيها جمعية العلماء كأنها جاءت كالولادة القيصرية، ما جاتش ولادة طبيعية، ولهذا ما كانش من فيما أعلم من 31 إلى منتصف الأربعينيات كان الإمام عبد الحميد البازيس والذين كانوا يدرسون شيخ بارك الميلي، شيخ البشير إبراهيمي، شيخ العربي، يعني هذو الرموز، كل واحد يجتهد في المواد التي يدرسها. نعم، إيه على كل حال. إذن فالذي أعرفه أن كل واحد كان حرا، الظروف نتاع البلاد نتاعنا ووضعنا خلات كل واحد يجتهد. ولا أعرف أن هناك مثلا الشيخ بن باديس نعرفوا المواد التي كان يدرسها والكتب التي كان يدرسها، الشيخ البشير نعرفوا عن طريق بعض تلاميذه في تلمسان المواد التي كان يدرسها، الساعات التي كان يدرسها، ولكن هكا معلومات ولا التفاصيل أنا لا أعلم. ولعل الإخوان اللي مختصين بهذا الميدان تاع هذاك عندهم نظرات تربوية، أفكار تربوية. بدأت الجمعية تحاول أن تنظم هذا في أواخر الثلاثينيات، حيث دعا الإمام عبد الحميد بن باديس إلى ما سماه مؤتمر المعلمين باش يوضعوا، لأنه كان همهم أنهم يوحدوا المواد التي يدرسونها ويعلمونها للتلاميذ نتاعهم. وطبعا التلاميذ فيهم تفاوت في الأعمار، عملوا اجتماع هضروا يعني واش هي احسن، هل نتخذ البرنامج المصري ولا البرنامج التونسي، الكتب تاع تونس ولا تاع المغرب ولا تاع لبنان، ولا طرحت اسئله هكذا، هل نؤلف لتلامذتنا، ولازم نعرفوا هذا امراضنا. درك المجاهدين اللي راحوا داروا فعلوا فعلتهم الكبرى في أول نوفمبر 54، كاش واحد قرا فيهم العسكر، كاش واحد قرا دراسات عسكرية، كاش واحد اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا ربي ربي إجابها في الصواب، وهذا مكان. إذن ما عندناش مختصين في التربية باش نقولوا جمعية العلماء وضعت برنامج نعم درست مواد الفقه، مواد اللغة العربية، التاريخ الإسلامي، ما كانش تاريخ الجزائر، شكون يقريه؟
كي كي كتاب الشيخ مبارك الميلي يقراوه شويه كبار ماشي تلامذه صغار، ولا كتاب الشيخ توفيق المدني احسن من ناحيه التدريس اللي هو كتاب الجزائر. الشيخ عبد الرحمن الجيلاني جاء متاخرا في 55، لكن جاءت الحرب العالميه الاولى، توفى الله الامام بن باديس وترك الامور على ما هي عليه. بعد ما خرج الشيخ البشير اللي خلفه في رئاسه الجمعيه من الاقامه الاجباريه وهي سجن في افلو، دخلت جمعيه العلماء دخلت مرحله جديده تاع محاوله تنظيم، ودارت حاجه سميوها الشهاده الابتدائيه، ودارت حاجه يسميوها المعهد تاع عبد الحميد بن باديس، ودارت يعني تقدر تقول ملحق نتاعو مدرسه دار الحديد في تلمسان. وبدا الشيخ يفكروا في وقت بن باديس، فكروا في كليه اسلاميه، كليه للعلوم الاسلاميه، وقد وضع يقول الشيخ البشير وضعت برامجها، لازم ذاك يعني برنامج يوضعه واحد وحده مهما يكون عبقري لا يفري احد فرياه، ولكن هذه الامور الجماعيه. ولكن قال له اذا ما جاش نصر الله ينبت ويقعد ولا كيفاش، ها ما كانش الهيئه اللي نخدموا بها. فاجتهدوا الشيخ البشير وضع هذا ذاك، وبدا يلح على الجامعه العربيه لانشاء كليه او دار للمعلمات. هنا جمعيه العلماء في الوقت اللي كانوا الناس يحرموا البنت تقرا، جمعيه العلماء عندها سابقه واللي مهتمين بهذا يقراوا في الجزء الرابع من آثار الشيخ البشير الإبراهيمي قصيدة كبيرة بعثها لعلماء السعودية الذين كانوا يمنعون البنت من التعليم، له لا دين، خاطر إذا كان دين ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا. بس ما كانش، وانا عندي كتاب شيخنا استاذنا الشيخ ابو بكر جابر الجزائري رحمه الله، عنده رساله اسمها الدستور الاسلامي، تقراوها اللي عنده الرساله هذه. كل ماده يؤصل، يقول حديث ولا ايه قرانيه، قول صحابي، قول امام تابعي، قول امام من ائمه، إلا الفصل نتاع تعليم البنت يقول رانا في بيت ربي الله يرحمه، هذا لا ينقص من فضله وقيمته وكذا، لكن كل بني آدم خطاؤون. وكذلك العامل اللي يقوم هذا الدستور الإسلامي ما يقدرش يخدمه واحد وحده، لازم التعاون على البر والتقوى. لكن هذا في هذا الفصل اللي متعلق بتعليم البنت، وهذه من آخر ما كتب الشيخ أبو بكر جابر، يقول البنت تقرأ 5 سنين، ما كاين لا حديث لا آية قرآنية لا قول صحابي لا قول تابعي لا قول إمام من أئمة المسلمين الأربعة ولا المشهود لهم به. علاش الشيخ جابر ربي كي قال يقرا الشيخ يقراو غير الرجال ولا كيفاه؟ ياك ولهن مثل الذي عليهن. المراه مكلفه ولا ماشي مكلفه؟ مكلفه. درك انت يا شيخ انا عارف الذي دعاك الى هذا هو حكايه التفت الساق بالساق، الوضع اللي راه عليه التعليم في العالم الاسلامي وفي بلادنا وكذا خلاك تقول هذا الكلام هذا. ماشي هذا، قال هو عور تزيد له عينه الاخرى، قال ادعو الى اصلاح التعليم. هو الفرنساويين كانوا ناس ملاح، كانوا ايكول دي فيو ايكول دي غارسون،
كي جات حنا ولينا نفهموا بزاف هي خلط تكشوكا. إذن لكن يعني المدرسة التي ينتمي إليها شيخنا أبو بكر جابر رحمه الله، لو كان واحد يروح من الجزائر يقول له شيخ أنا عندي مسعودة تاعي راهي مريضة كيفاش ندير لها، الجواب ربما منه ولا من هذه المدرسة يقول له ديها طبيبة مسلمة. ومنين تجي طبيبة مسلمة وانت تقول تقرا 5 سنين، تدخل المدرسة 5 سنين تخرج في عمرها 10 سنين وتعطى شهادة ولا تمتحن. هذا الكلام هذا في كتابه الدستور الإسلامي. إذن ولهذا كان واحد من علماء الأمة ما حبينا ولا كرهنا اسمه الإصابة في منع تعلم النساء الكتابة، الإصابة يعني الصواب، الإصابة في منع تعلم النساء الكتابة. واحد قالها بالشعر باش نحفظوها بالخف، قال علموهن الغزلة والنسيجة والردنة، الردنة هي الفصالة، وخلوا كتابة وقراءة، خليك من القراية والكتابة عليه. فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص، الحمد لله يقول هو الله، وتجزي عن يونس وبراءة عليها. وسيدنا محمد قال علموهن صورة النور، لا ياك هكذا. إذن فشوية عندما نضيق شرع الله كذا، هنا تجي جمعية العلماء الرائدة. يحكي لنا الشيخ محمد صالح بن عتيق وهو أحد تلاميذ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله، قال مرة مرضت فرآني الشيخ عبد الحميد بن باديس أمو محمد صالح أرواح، جيت قال له واش رأيك لو أدعو إلى تعليم البنت؟ قلت له رايح تنوضنا القيامة أنت كيف أنا وزيد في قسنطينة في الحضر، هذا تبوء بالإثم وحدك يا شيخ. قال سألني، قال له هذا الذي أقوله لك هل فعله رسول الله أو لم يفعله؟ قال له فعله. قال له ما الحاجة اللي خدمها رسول ما نخدمهاش أنا، أنا أدعو إلى تعليم البنت وليقع ما يقع. وشوفوا الأولاد اللي عندهم شوية ما تسلك 500، أنا كنت نقرأ 500 في الشهر في مدرسة جمعية العلماء، 500 فرق نعطيوها. البنت لا تدفع دمنا ما تدرسه، في جمعية العلماء البنت تقرأ باطل، مجانية التعليم رانا سبقنا ليها، واحد ما سبقنا ليها، واحد ما سبق جمعية العلماء مجانية التعليم، نص مجانية التعليم سيدي. واحد اللي عنده 4 أولاد لو كان 2 ما يدفعش عليهم حاجة كبيرة. إذن فهذا وقلت لكم قراوها لي يعني الإخوان ماذا بكم باش تعرفوا القماش السلعة نتاعنا كما يقول الشيخ أحمد حموني، إحنا نحقروا سلعة بلادنا والله، غير عندنا سلعة اللي ما هذا الذي أفتى بدفع الفدية في مينن، الجزائريين هما أول واحد، الشيخ البشير إبراهيمي هو الذي دعا إلى ذلك. أما قبل ذلك كانوا يذبحوا الخروف ويخليوه ثم، والفساد والإسراف وكذا إلى آخره. أول من دعا إلى ذلك هو عالمكم الجزائري اللي سماه واحد عالم مغربي، سماه آية الله الإبراهيمي، ماشي آية الله بالمعنى الفارسي ولا المعنى الشيعي، آية الله يعني أعجوبة. الشيخ البشير يقول، الشيخ بن باديس عن البشير يقول له فخر علماء الجزائر، وكي خرج البرة بهت الناس بما أتاه الله من علم ومن. إذن فكي خرج الشيخ البشير من الإقامة الجبرية من السجن حتى دخل في الويميكارون سنة، دخل للحبس عام حتى 46، بدأت عهد التنظيم في جمعية العلماء وندارو قلنا الشهادة الابتدائية، كان الناس يقرأوا وانا قرينا أقرأ هذا. ولهذا اللي يحب يدخل الجنة يلعن فرنسا يدخل الجنة إن شاء الله بدون حساب، يلعنها حد ما أنا الليل وأطراف النهار، حتى ما دارتش الاستعمار يقدر بنادم يحقر خوه الجانب المادي، يقدر أول جريمة وقعت بأولاد نبي
قالوا لا أقتلنك، فقدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. عليه واش درت لك؟ أقتل هذا تبوء به، لكن صراع مادي. أما فرنسا قالت لنا أنتم ماكمش أهل، ما خلقكمش ربي باش تقراو. هذا واحد في سفيه فرنساوي يسميه بيير مورلون كان يقول لي زالجيريان سيتي راس إيني دو كابل، غير قابلة للتربية. يا البقرة، والبقرة أشرف منك، يا الحلوف حاشا من يسمع. ربي قال وما علمتم من الجوارح. شوف سيدو بن باديس واش دار، كيسمع الكلام هذا. دا الجماعة اللي بقناظر اللي يقراو عنده داهم للسيرك، للسيرك. ومن بعد قال لهم كيخلصوا، قال لهم على بالكمش علاش جبتكم للسيرك؟ قالوا له على بالناش الشيخ. قال لهم إذا الحيوان يفهم علاش بنادم ما يفهمش؟ هل الحيوان المدرب نتاعو يقول له اقعد يقعد ونوض طير طير كذا؟ ربي قال وما علمتم من الجوارح. سبحان الله. لكن العنصرية الرهيبة اللي كانت فرنسا طبقتها علينا هنا لا نظير لها في العالم. والله البارح نقرأ وكتاب نتاع واحد فرنساوي كان هنا في البليدة جون دانييل، واحد فرنسا عائلة فرنساوية مرض لها طفل ومرض بالحد وقيلة ولا بالسبت، ما كان حتى طبيب يخدم من تاع الفرنسيس واليهود، كاين غير طبيب واحد في البليدة عربي. كيفاش ندي أنا وليدي للطبيب عربي؟ ياك انتوما قريتوه، ياك خرج من الفاكولتي تاعكم. لا لا، هذا العنصرية الحمراء هذه، إبليس ما يفكرش التفكير اللي يفكروه الفرنساويين واللي طبقوه علينا. إذا الشيخ البشير كي جاء جاب دا مرحلة التنظيم، أولا كيفاش هذوك اللي قراوا الابتدائي في وقت بن باديس، في وقت إبراهيمي، في وقت بسي، وقت الميلي وكذا، كبروا شوية وين يروحوا؟ قال لازم ندير لهم المعهد، معهد بن باديس، هاي الفكرة. لكن معهد بن باديس أي دولة تعترف بشهادته؟ مع جمعية العلماء أنت في حومتك يسمعوا بك. شوف المخ تاع المخلوق هذا. بعت جزائريين، وانا نعرف واحد منهم الشيخ احمد حسين كذا، الى الشيخ الطاهر بن عاشور في شيخ جامع الزيتونه، قال له ماذا بيا يكون معهد بن باديس تابع للزيتونه. الزيتونه العالم الاسلامي كل يعرف الزيتونه يسمع. اذا شهادته وكان عند يوصل الامتحان هنايا يجيو علماء من الزيتونه يمتحنون الطلبه هنا في قسنطينه. إذن عمل شهادة ابتدائية، عمل معهد بن باديس والشهادة الأهلية. هذه الشهادة الأهلية هي اللي عادوا يبعثوا الجامعات في المشرق العربي ويقبلوهم كذا. والشيخ البشير وضع حاجة سموها منشور في الجزء الثاني من آثار الشيخ البشير، مرشد المعلمين، مرشد المعلمين. ولات باش تعرفوا باللي ارتفع المستوى في وقت بن باديس. يالله اللي يحفظ القرآن أرواح تقري، اللي يقرأ شوية عامين أرواح تقري. درك ولات بالمسابقة، متخرج من الزيتونة ولا متخرج من القاهرة ولا متخرج من القراويين في فاس، وباش تدخل المدارس جمعية العلماء لازم تدير مسابقة. هذا التطور اللي هذاك. والبنات قالوا احنا علاش هذا الإسلام ما فيهش راسيزم؟ هما قدرتوا لهم معهد بن باديس وحنا كيفاش ما نقراوش؟ مدرسة التربية والتعليم اللي كان يشرف عليها بن باديس ولات هي كأنها معهد للبنات، معهد للبنات. والشيخ بن باديس فكر في آخر عمره أن يبعث مجموعة من الطالبات إلى دمشق عند عائلة، عند جمعية تشرف عليها وحدة من حفيدات الأمير عبد القادر. بعث لها رسالة موجودة، ناضت الحرب العالمية
الثانية. إذن هذا يعني كانوا يخططوه كانوا يوجدوا. نقول لكم جمعية العلماء علاش ما كانش الدراهم، وثانيا ما كانش نحن كما يقول الشيخ البشير فقراء في الرجال، والفقر في الرجال أخطر من الفقر في الأموال، خاطر الرجال يجيبوا المال بصح المال ما يجيبش الرجال. في 73 في حرب أكتوبر 73 اللي هي يسميوها العاشر من رمضان 6 أكتوبر، أنا كنت في الخدمة الوطنية، كنت تدربت خلصت وليت زعما مدرب. وقفنا جميع البرامج والدروس نتاع المواد نتاع اللي تدرس في المدارس العسكرية، ثلاث مواد نقريوها فقط، الكومبا القتال لارمومون السلاح والإسوان الإسعافات الأولية كي تبليس جندي مجاهد مع شطك كيفاش. الباقي كل المواد ملغيت، القانون ريغلومون ميليتير والأوردر كذا والميكانيك أوتوميكانيك كلها تأجلت. درك هكذا جمعية العلماء كانت في حالة استنفار. الجزائر راهي في فم فرنسا السبع، لازم نخرجها لازم نسلك الجزائر. أم بعد تجيب بالعقل بالعقل بالعقل، هذا الذي فعلته جمعية العلماء، وما هو بالعمل القليل ما هوش قليل. وعلى خوف من فرعون وملئه، على خوف من فرنسا المجرمة، خطر فرنسا ماشي تحاكمك تحاسبك. صح معلم أخطأ في القانون الفرنسي تديه للحبس، على تغلق المدرسة تاعو باش الأولاد يخرجوا للزنقة يتصيدهم السفهاء الموسخين الجراثيم. العربية اللغة اللي وسعت كتاب الله لفظا وغاية تضيق عن وصف جرائم فرنسا. إذن فكان الهم تاع جمعية العلماء هي إنقاذ الجزائر. والشيخ البشير قال له كان زيدنا 10 سنين ما نلقاوش الشعب الجزائري، ما نلقاوهاش. أنا نعرف ناس كانوا يكتبوا يقولوا نو سوم دي لاتان، نو سوم با دي زعراب، نو سوم با كذا، نو سوم دي فرنسا. يا وما يقبلوكمش حتى وتقول أنا فرنساوي ما يقبلكش. واحد باندي ولا فرنساوي وكان مدير ماشي معلم، مات المدير الفرنساوي يحب يولي في بلاصتو هنا في القصبة، كتب الطالب الفرنساويين باش يولي مدير مدرسة، مدير مدرسة رجع له قال له ما قال له ايش يعني انا كنت قريت في المدرسه تاعكم، الكفاءه موجوده الشروط متوفره. قال له مانيش القضيه الناسيوناليتي برك، قال له انا فرنساوي عندي مدورز. قال له فوزيت با دوريجين، ماكش اصلي، وهذا اسمه بالحاج. ولكن الفرنساويين عندهم مشكلة في الحام، رطب الحلق نتاعهم ماشي حرش ما يقدروش ينطقوا الحا، يسميوه بيلاج. خرج قالوا له جماعة واش، قال لهم ربي قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وانا نقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولو اتبعت ملتهم. هاني تبعت ملتهم وما رضوش عليا، وكذلك يفعلون الى اليوم. هذا الحركة ولا الحركة اللي مازال عندنا ولا ملهيه، كاين حركة هنايا وكاين ملهيه، والله تقضي بهم مصالحها مصالحها فرنسا، بصح والله ما تعطيهم الجنسية والله ما يعني باش تعطي لهم القيمة الاعتبار نتاعها ما كاش. إذن جمعية العلماء ما خدمتش حاجة، ربما الناس يهضروا بزاف الأكاديمية والأكاديمية وكذا، يقول له الشيخ مبارك الميلي يقول لك ماشي أكاديميسيان هو، ها روح قول لعميروش ماكش أكاديميسيان ماكش متخرج من سانسير،
روح قول للبوغر ماكش مخرج. والفرنساويين اللي كتبوا تاريخنا كلهم اكاديميون. ها وهذا اسمه واحد لا اله الا الله عنده كتاب اسمه لي كومونسمون دان امبير، بدايات امبراطوريه. واحد يقولوا له غوتي، ايميل فيليكس غوتي، ماهوش مؤرخ ولكن كتبوا في تاريخ الجزائر. هاو الفضيحه، هذا واحد اكاديمي زعما، هذا بولازان جينيرال عضو الاكاديميه الفرنسويه، كتب كتاب اسمه لي غران سولدا دو لالجيري، الجنود الكبار في الجزائر، هما الفرنساويين اللي خدموا لهنا، المجرمين بيجو كافينياك روفيغو بيليسي سانتارنو، يعني كلهم مجرمين. اولا انا كل فرنسي وجد في الجزائر من 1830 الى 1962 مجرم، لابس لاتوني ولا لابس سيفيل ولا لابس باباس، كما هذا الكلب نتاع لافيجري هذا اللي كانوا مسميين عليه المحمديه، كلهم مجرمون. هذا بولازان هذا كاتب هذا الكتاب هذا في 1930، يهضر على الضباط الكبار نتاع فرنسا الذين اجرموا، اللي حرقوا اللي قتلوا اللي كذا اللي، وحط الامير عبد القادر معاهم. كيش ما سمعتوا الامير عبد القادر ولا حركي، اذا يسرقوا لنا حتى الرجال، خاطر ما عندهمش رجال ابطال، عندهم مجرمين، عندهم لصوص، عندهم كل سميهم، الا ان يكون شرف الجندي وشرف العسكري ما كانش. هذا قبيلة العوفية هنا في الحراج، الناس راقدين مساكن، روفيغو راح قتلهم 1200 واحد في ليلة واحدة، ما عندوش الوقت باش ينحي لي كورمات نتاع النساء ولا هذوك المسايس، يقص يدها ويقص ودنها كذا ويدي يبيع في باب عزون، وقال لك رانا درنا لكم الحضارة. كي نوريو لهم هذا يقول لك بعثنا لكم لي بيدوان دو فرانس، نتاع وجهك نتاع البدوي نتاعك، حنا البدوي. يقول الامير عبد القادر ما في البداوة من عيب تذم به الا المروءة والاحسان بالبداري، روح لعند واحد بدوي اذا ما ذبح لكش جمل وما عندوش، ولكن هاك هذه هي البداوة. واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، هذا بدوي هذا جاهلي والله ما لحق الإسلام، بصح يقول لي إذا كان شفت الجارة نتاعي بعد وجهي حتى تدخل للقيطون نتاعها، درك والله غير بالجيمة اللي يتبعها ويضريحها. هذا الفرق الماركة نتاعنا والماركة نتاعهم. إذا فجمعية العلماء دارت لي كما قال، يعني أنا نقول لكم واش قال شيخ باشا إبراهيم ولا شيخ بن باديس، قال جمعية العلماء دارت في الشعب الجزائري ما داره سيدنا عيسى أحيا ميتا، وسيدنا موسى أحيا أمة، كانوا مستعبدين، أن عبدت بني إسرائيل كانوا عابدا عند الفراعنة. فالشعب الجزائري الذي هزه وهزز نفوس الجامدين، فربما حي الخشب وقلع جذور الخائنين، فمنهم كل العطب وأذق نفوس الظالمين السم يمزج بالرهب. خلاص أنا نقتلك ما علي، نعطيك من ذبحك منا، تحب ما تموتش روح لبلادك. دوغول قال إذا الألمان ما يحبوش يموتوا يروحوا يخرجوا من فرنسا، عندما احتلت ألمانيا جزء من فرنسا، دوغول هنا نقرأ كلامه يقول الألماني اللي ما يحبش يموت يروح لبلاده، يروح لألمانيا. أنت الفرنساوي ما حبيش تموت روح لبلادك، تقعد هنا والله غير ذبحتك، بالمنشار نذبحك، ما لا تأخذني فيك رأفة ولا رحمة. أنت قبيلة كاملة في في في, في ولاد رياح في جهة تنس، قبيلة كاملة دخلت الغار بها بالوليدات بالنساء بالشيوخ، جاء الكلب نتاع بيليسي غلق الباب
وشعل النار، ماتوا كل محروقين. انت هتلر هتلر تلميذ عندك يا يا يا, يا فرنسا، ومع ذلك ولينا الفرنساويين تلقاوهم من بوسهم باثنا وثلاثة وربعة. كي كنا جزائريين الأحرار، الشيخ بن بلقاسم، الشيخ بلقاسم البوجليلي يقول من صافح فرنسيين عليه أن يعيد الوضوء، نجس ملطخة يدو بالدماء وبالشرف نتاع الجزائريين والجزائريات. هذا واش دارت جمعية العلماء، ولازم نعرفوا شحال مازال نزيد نهضر، ها؟ نزيد نكمل. ملخص فرنسا جات لهنايا، أولا نحيو من دماغكم هذه حكاية فرنسا جات لخاطر داي حسين ضرب، هذه كذبة. الشيخ فرحات عباس يقول الفرنسيون عندما لا يجدون من يكذبون عليه يكذبون على أنفسهم، وصدقناهم، بعض الجزائريين صدقوهم. فيه الآن كتاب اسمه المخططات الفرنسية لاحتلال الجزائر قبل 1830. وقتاش بدات فرنسا تفكر باش تجي للجزائر تديها؟ الجزائر هذه ماهيش حاجة، كيف يقول هذاك الشاعر بن الفقود، يا سائلا عن وصفها إن كنت ذا نصف قل جنة الخلد فيه الأهل والولد. والله العظيم هما سموها جنة، يعني الفرنساويين سموها جنة، جنة. 1572 بدأت فرنسا تفكر كيفاش تجي للجزائر ودارت مخططات. والآن أنا نقول لكم هذه رسالة جامعية اسمها المخططات الفرنسية لاحتلال الجزائر قبل 1830. خلينا من القدم هذوك نجيو لهنا قريب لينا. في 1808 المجرم الكبير اللي هو نابليون بونابارت بعث واحد الكوموندو يسميوه بوتان، قال له روح، خاطر الجزائر كانوا يسميوها مدينة الألف مدفع، ألف مدفع تاع الساعة المحروسة يسميوها. قالوا كل الهجومات اللي جات على مدينة الجزائر من البحر فشلت، شوف لي روح ضرب قاعدة في الجزائر، كل الحوت كل القمح كل كذا كل الكرموس، جيب لي النقطة الضعيفة اللي يمكن ننزلوا فيها باش نديروا التفاف على مدينة الجزائر، ما نجيوهاش من البحر نجيوها من البر. قعد شهرين هنا هو يدور بالفلوكة من فورلو من وعين واسمها هذه عين طايا حتى جهة سيدي فرج. القابل اللي سيدي فرج ما كان فيها لا قلعة ما فيها مدافع ما فيها عسكر، قدم الرابور تاعو قال له أحسن مكان سيدي فرج، نزلوا في سيدي فرج. هذا في 1808 ياك، مازلنا ما ضربناش هذاك السفيه، هذاك ماشي سفير، سفيه هذاك ضربناه في أفريل 1827. الداي حسين ضرب القنصل تاع فرنسا، السفير تاع فرنسا، سراق هذاك سراق ماشي سفير، والله غير سراق مطرود من عدة أماكن خدم فيها. لكن هذاك ضربوا الداي في أفريل 1827. لقينا رسالة تاع هذا السفيه هذا في 1819 موجودة الرسالة للحكومة تاعو، يقول لها ما تضيعيش الفرصة احتلي الجزائر راهي فيها خيرات وحسان. يا أنا مازلنا ما ضربناكش يا سي محمد، خلي حتى نضربوك. لكن كما قال شعبنا كنا مذبوحين للعيد ولا العاشورة. وعلاش مذبوحين؟ يأذن ولا مازال؟ علاش مذبوحين؟ لأننا كما قال ربي عز وجل اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
الشيخ من بالي سيوصل هضروا العلماء على الهجر والذكر. هجر واحد قال لهم تقرأوا الذكر نتاعي خير من 6000 ختمة تاع القرآن كامل. هجر 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 كنت بن باديس يقول فيه هجر تأملي اللي هو التدبر، فلا يتدبرون القرآن. احنا نقرأوا القرآن للبركة، ولا واحد كيمات واحد نزوجه ولا نخطبوا له، ما نقرأ ربي بنزل ما كنا لاعبين. ربي هذا القرآن نزلوا يهدي لي التي هي أقوى. ربي قال اقرأ وحنا كنا نقولوا القراية تهبل، ياك يقولوا هكذا اقرأ حتى هبل، وهاك ربي يحب يدينا جوانفيل ولا كيفاه؟ إذن ما كناش يعني حتى القراية اللي قريناها ماشي في 1830 ما عندناش الطبيب جزائري، لأن بعض الناس أيضا فهموا من يريد الله به خير يفقه في الدين، قال ماشي هذا هو الطب، ماشي العلم اللي أمر به ربي ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وباش تكون عزيز، ربي اللي حصر العزة في ثلاث، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ربي ومحمد هم خارجين إيشال، وإحنا كيفاش تكون عزيز بلا قراية بلا 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 راكدة وتمانجيه كي البقر ولينا ولا كيفاه؟ غير البقرة تروح للعطيل تعمر كاشها المعدة، ومن بعد تجي حاشاكم من الكوري وتجزر راكدة وتمانجي. وربي يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هذا اللي سماه مالك بالنبي القابلية للاستعمار، ماشي خلقنا ربي باش نستعمره، لا. ربي كيفاش ينهى عن الفحشاء؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ربي لا يأمر بالمنكر، وهل أنكروا من الاستعباد، من استعباد الناس؟ إذن احنا ما أديناش الدور اللي مطلوب منا دينيا، وسنسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. صار فرنسا كي جات عندها زوج أهداف تحققهم هنا في الجزائر. واحد نسميه هدف عاجل بسرعة، وهو إسقاط الدولة الجزائرية. لازم خطر الجزائر هي كانت كما يقولوا تزيري ضربها في الميديتيران، يعني وكل يدفعوا الضرائب على كل حال. واحد العالم قال فمن يعمل مدفعا كبيرا خيرا يراه، ومن يعمل مدفعا صغيرا شرا يراه. القوة القوة، وإلا لما وصف الله نفسه وسمى نفسه بالقوي، قوي. إذن القوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كيفاش قال؟ القوة الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المهم، إذن الدولة الجزائرية كانت شوكة في حلق الأوروبيين. كاين مؤتمران أوروبيان عقدا لأجل القضاء على الجزائر، واحد يسميه مؤتمر فيينا، واحد يسميه مؤتمر إكس لا شافاج. وحققت هذا الهدف هذا في 5 جويلية 1830. لكن كاين هدف آخر ماهوش بسهولة يتحقق، اللي هو محو الأمة، محو الأمة الجزائرية. سيادنا العلماء قرأوا القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس ما تلقاوش كلمة دولة، بينما كلمة أمة مملوءة في القرآن الكريم. وهنا الجزائر إذا نطبقوا على بلادنا، كم دولة عرفتها أو أسسها الجزائريون قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ لكن كاينة أمة واحدة. هذه الأمة هذه في وقتنا هذا كاين عناصر نتاع الأمة، لا تكون الأمة أمة إلا بها، سماها الشيخ بشير الإبراهيمي المقومات التي لا تكون الأمة أمة إلا بها، اللي سميناها درك الثوابت الوطنية. كان الشعب ما عندوش دين، دوغول يقول إن المسيحية
هي روح فرنسا. هذا كلام دوغول يرويه وزيره وصاحبه اللي هو أندري مالرو. إن المسيحية هي روح فرنسا. وزير خارجية فرنسا زعما لازم يكون مربي مؤدب دبلوماسي قال هكا الصليبية الحمراء، قال إن الصليب يحطم الهلال لا كروا إكرازرا لو كرواسا. هذا وزير خارجية فرنسا وكان نقولوها احنا يقول لك ارهابيين يا داعشيين ياك. هاو قالها الكلب نتاعكم حاجه من يسمع، علاش حلال عليكم حرام علينا احنا؟ هاد لافيجري هذا اللي كان مسميين عليه هنايا كان يقول انا المهمه نتاعي كي جا في 1868 67 لازم نبعد الجزائريين على القران، لازم ننفي القرآن من الجزائر. والعجيب أن التماثيل في الجزائر كل تاع فرنسا طارت إلا تمثال لافيجري، راه مازال في نوتردام دافريك صغار يسميوها ولا هذيك، وفوق رمزيني من رموز الجزائر ياك فوق كاين بلوغين لتحت. بلوغين هذا هو اللي بنى مدينة الجزائر، هو اللي بنى مدينة المدية، هو اللي بنى مدينة مليانة، هو اللي بنى مدينة أشير. أولادهم اللي داروا دولة في غرناطة، أولادهم اللي داروا دولة في تونس، أولادهم اللي داروا دولة في قلعة بن حماد وبجاية. ويقولوا السفهاء قال انتم ما كان ما عندكم لا أمة لا تاريخ لا دولة. انت بقرة ما تقراش، هذا ما كان ما انا عندي. إذن فوق فوق بلوغين، بلوغين وبلوغين هذا واحد من جدود بن باديس، فوق منه لافيجري والرئيس حميدو هذا مجاهد أميرال قتلوه الماريكان قبل الاحتلال الفرنساوي في المحيط الأطلسي، هاو فوق منهم لافيجري. ملا نعيطو درك اللي يخدم هذا الفيسبوك ويهضر نطالب السلطاتي بإذا قال ديو علينا الوسخ هذا تاعكم خبيوه في كاش دهليز ولا ديوه لفرنسا، اما باش يبقى هنا هو مجرم ماهوش رجل دين، خدم اخطر جمعيه لتسرق العقول نتاع الجزائريين اللي هي لي بير بلون وبنتها لي سور بلانش ووليدها لي فرير بلون ارمي، فرير بلون ارمي بالسلاح. يقول لك انا رجل دين لصوص كل. اذا باش تمحي الامه الجزائريه لازم مده، ولهذا الجزائر كي دخلوا فيها 112 جامع، هذا بعد مده بقاو خمس جوامع في العاصمه، 112 جامع من باب عزون باب الوال ومن باب الجزيرة وباب الجهاد كان يسمى وين كاين لابيشري هذيك جامعين وباب جديد. هذه المساحة الصغيرة سماها حمدان خوجة سماها حديقة التويلري في باريس، اللي يعرف باريس أكبر من مدينة الجزائر، فيها 112 جامع ومسجد، خلات فرنسا أربعة أو خمسة إذا زدنا لهم سيدي عبد الرحمن الثعالبي، جامع الكبير جامع الجديد سيدي رمضان وسافير ها أربعة وسيدي عبد الرحمن الثعالبي. لو كان جيت باش تدي غير الجزائر وعجبك الكرموس والعنب نتاعها والدقلا معليش، علاش ريب الجوامع؟ القبور نتاع والدينا جبدوهم، العظام نتاع والدينا وجدودنا جبدوهم باش داوهم المرسيليا يخدموا بهم حاجة يسميوها لو شاربون انيمال، الفحم الحيواني العضوي باش يصفيو السكر. ملعونة هذا فرنسا، هذه وحدة الراصة اللي ما كاش الزيت تاعها، لم يخلق مثلها في البلاد. كي يكون بليس راقد عرب اللي راه فرنساوي راهم بلاصه يخدم خدمته. لا اله الا الله محمد رسول الله، ولاصقين فينا كي الكراده. دوغول يقول
رد بالكم كي ديتوا الاستقلال نخليوكم تغيبوا على عينينا رانا نكونترولو فيكم. والله العظيم ولينا نبوسوا فيهم منا و ها؟ مازال الوقت. ها شوف البشير ابراهيم هذا المخ هذا قال مشكلتنا ماشي مع احباب فرنسا، مشكلتنا مع ابناء احفادي احبابي فرنسا. اقسم بالله غير هذا كلام البشير الابراهيمي مكتوب، انا ما نهضرش القهاوي واش قالوا في القهاوي لو ما نلقاهش مكتوب ما نهضرش. مشكلتنا ليست مع احبابي فرنسا بل مشكلتنا مع ابناء احبابي فرنسا. وتولي عندها مسؤوله على التربيه تاع الشعب الجزائري. كان واحد الشيخ علي الشرفي الله يرحمه كي يشوف واحد معوج يقول له ياخذ ربي رايه والله ما يغفر له. اذا فرنسا لازم باش تمحي الامه تمحي الاسلام، تمحي العربيه، تمحي التاريخ، تنحي لنا تخلينا. واش قالت كيفاش باش تمحي الامه الجزائريه؟ هذا شعار فرنسا، قالت لازم لون سوفاجمون دي زالجيريان دي زانديجان دابور، ما كانوش يسميونا نردوهم وحوش، لون سوفاجمون متوحشين. على بالكم في ليكون نورمال في بوزريعه هذا باش يخرجوا المعلمين لازم يقريو بعض الجزائريين والديهم حركه ولا كذا. الفرنساوي كل واحد يقعد في كرسي خاص، الجزائري اللي قعدوا في هذاك الطابوري هذاك العريض سته ولا سبعه. الفرنساوي ياكل في الطبسي نورمال، الجزائري لازم ياكل في الاليمينيوم. الدوسيات يا محمد سيدي ماشي معاهم، يسميهم اس اس سيكسيون سبيسيال اس اس. الدوسي نتاع الجزائري ما يتحطش مع الدوسي تاع كان الدوسي ثاني مجراب.